وكرة بالخطأ بتصل لضمك وفي خطأ لمصلحة نادي ضمك. خالد بريس أشار بالصافرة لوجود خطأ من نصيب منصور. الانتظار من بدران، الكرة بترسل بعيدة إلى خارج أرضية الملعب وركلة مرمى لمصلحة نصراوية طبيعية في الجهة اليمنى. الارتداد أيضا طبيعي يكون لضمك. عندنا تحرك الآن وانطلاق العمار سلطان بيحول. الله الله كملت، لم تكتمل، أنقذها الدفاع وذهبت إلى الارتداد لمصلحة ضمك مع صيحات جماهيرية نصراوية في هذه اللحظة مطالبين بريس باحتساب لمشاهدة الحالة. خالد بريس الأنظار تتجه إلى كريستيانو رونالدو إن كان سيترك ضغطا على الحكم، لكن أثار الإعلام ذلك القرار. ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء وبطاقة صفراء لفاروق شافعي. بنالتي للنصر ضمك، يتقدم كريستيانو رونالدو. الله نصر الدول يضرب، نعم نصر الدول يضرب ويعلن التقدم المبكر. الله فخامة الاسم والرقم واللون والخطوة، فخامة الدول، فخامة كريستيانو رونالدو، فخامة النصر، فخامة فارس تضرب للماضي. يوم أن يتقدم الآن الغناب إلى كريستيانو. أوبا. الله للجهة اليسرى تصل إلى هلال عربي السوداني. الله الله الله، أجمل هدف لم يسجل في هذا المباراة. والنصر عايش في الصندوق، عايش في الجو الدول. الله على تسديده، لكن مرت وذهبت إلى الخارج. الآن جاي يلعب، يستمتع، يعيش الأجواء، أعطى الحياة في النصر. الآن كرة إلى كريستيانو رونالدو، التقدم وغريب طارت، كانت طويلة أكثر من اللازم مع حالة تسلل كانت على كريستيانو رونالدو ورايا. كريستيانو رونالدو ينتظر لأن وجهه ويتحرك ويقع على أرضية الملعب ويطالب عبد القادر بدران بالوقوف. لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية، لكن الله على الانطلاقة. هو يا جماعة، هو بيتحرك ويصل، وإنقاذ ناجح من مصطفى زعيم. عادت الكرة من جديد تصل إلى خارج أرضية الملعب. كانت كرة خطيرة من لويس جوستافو، أرسلت تحرك البحث عن الله ومهاراته. حول على طول إلى أيمن، أيمن فضل يحيى لمن يحيي. في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ويكون عشاق العالم. كرة لضمك من جديد، فيها خطأ لعلوش عبد الإله الشمري، إرادة من خلالها أنتوليتش، الكرة بترسل، كانت خطيرة فعلاً.
والعربي سوداني كان أقرب، لكنه كان في المصيدة أيضا. شوف هذه الكرة، التقدم حاضر، كريستيانو السوبر السوبر بحظ الكرة بسرعة إلى جوستافو، البحث عن كريستيانو، تتسدد الكرة، استردت، عادت الكرة من جديد لمصلحة نادي ضمك. الارتداد الارتداد، خوسيه أنطونيو إلى حمزي، نروح الرابع نروح الرابع نروح السوبر نروح نروح الكرة ضالت. أوهوم بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة، قام بالسلامة، قام بالسلامة، تعامل مع الموقف كما يجب. يضرب مرة أخرى الكرة لغريب، وصلت لكريستيانو، يضرب بيسدد مع الدون، ماشى يضرب ينتظر يسدد مرة بالجوار، ركلة مرمى لمصلحة نادي ضمك. كانت هذه المباراة بالنسبة لكل الفرق، ما طالت ما طالت، ماشى يهيئ نفسه لعرضية يرسلها فعلا كريستيانو بقبضة اليد، ينجح من خلال ذلك مصطفى في دورينا. كرة بتصل الآن كريستيانو، الله، الراية رفعت، السوبر هاتريك، هل اكتمل أم لم يكتمل؟ الراية رفعت، نعم تسلم كريستيانو رونالدو، هو أقرب للمرمى من آخر ثاني مدافع. أعتقد أن الهدف سيلغى لوجود التسلل، وربما انتظار لوجود الخط، لكن لا أعتقد أن الحالة. كرة ترسل، خوسيه أنطونيو مرت أمام الجميع ووصلت الكرة إلى الخارج مع وقوع في أرضية الملعب لعبد القادر بدران. هذه الكرة كان في مصيدة تسلل عبد القادر بدران قبل الاصطدام بالعقيدي، وبالتالي الكرة مرت بسلام وأمان على في هذا المساء من جديد. سوبر هاتريك، هل يكون؟ الكرة تذهب إلى ركلة زاوية، من لا شيء يصنع كل شيء كريستيانو رونالدو، كرة كانت ميتة، كرة على طول لتصل، محاولة تسديدة مرت بالجوار من العربي السوداني، محاولة ومع ذلك في مصيدة التسلل. ضمك عايش في مصيدة في الجانب الأيمن، تسديدة، الكرة بتمر إلى الخارج، ربما حالتين فقط كانت على النصر وعلى كريستيانو. أما عايش ضمك في مصيدة، لكنه يبادر الآن، الكرة مقطوعة من لاجامي، وصلت لسلاهم وعلى أرضية الملعب لغريب، بالسلامة إن شاء الله. المدرجات الاحتفالات، والآن كريستيانو، هيا بنا إلى السوبر، هيا بنا إلى السوبر هاتريك، لكن لا شيء، نجح مصطفى ربما السوبر كريستيانو. كان يعتقد الجميع أنه سيسدد، فأرسلها عالية، ضربت في ماشى، ضربها براسه، الكرة اللي تضرب